تأمرني بأي حاجة تانية يا عصام. تسلم إيدك يا عبدو. شكرا. مالك يا عصام؟ حاسك مش مبسوط، في حاجة مضايقك؟ لا مفيش، شوية حاجات مشاكل في الشغل. أي مشاكل إيه؟ ده عمي ما بيفوتش الهفوة، ده عمي وأنا عارفاه. أنا عارف. هاي أنت مالك متحير وقلقان كده ليه؟ ده أنا المفروض أبقى كده، ده أنا فرحي خلاص كمان أسبوع. هتاكلي إيه؟ اللي أنت هتاكل منه. مش عايز آكل. ليه بقى؟ ماليش نفس. أيوه يعني أنا هقعد آكل لوحدي وأنت هتتفرج عليا؟ أمال إحنا نازلين مع بعض ليه النهاردة؟ مالك يا عصام؟ أنا حاسة إن في حاجة أنت مخبيها عليا ومش عايز تقولها لي. أخبي عنك إيه يا سماح؟ وليه أخبي عنك أصلاً؟ مفيش، في حاجات في الشغل. طب يعني أصل أنا حاسة يعني طب خلاص بلاش. طب ممكن لو في عندك أي مشاكل أو أي حاجة مضايقك تقولي عليها؟ يعني تفضفض لي. لو مش هتتكلم معايا هتتكلم مع مين؟ مع عمتي هتكلم. قلت لك في مشاكل في الشغل خنقاني. طب يعني أنا كنت عايزة أقول لك على حاجة كده. كان بابا قال لي عليها الله يرحمه. انا عارفه ان المصنع عليه ديون وعليه مشاكل كتير وممكن كمان البنك يحجز عليه. انا بس كنت عايزه اعمل لك توكيل رسمي عام بكل ممتلكاتي وفلوسي في البنوك. انا مش محتاجه حاجه يا عصام. انا عارفه ان انت وعمي في المشكله دي من زمان، من ساعه ما رجعتوا من الاردن. انا مش محتاجه حاجه صدقني. احنا عيله واحده يا عصام، وانت ابن عمي، واسبوع وهتبقى جوزي، يعني هتبقى كل حاجه في دنيتي. ممكن ما تخافيش، المشاكل دي انا اقدر احلها. ما تخافيش. هتاكلي اللي انت هتاكل منه برضو. حاضر يا عبدو.